السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي القناة العراقية الرياضية، كنتم أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا ننظر بعين الاحترام لتاريخ نجومنا الكبار ومسيرتهم المحتشدة بأبهى صورها. معنا اليوم أحد أبرز نجوم رياضة الجمال والرشاقة والذي تأثر بمن سبقوه، فقد عرف أن الطريق إلى النجومية كمن يمشي فوق الأشواك، استطاع أن يعبر عن طموحاتي وأحلامي ليكون بطلا في رياضة بناء الأجسام. أحبة المشاهدين، رحبوا معي بالنجم الكبير الكابتن عماد جاسم، فأهلا ومرحبا كابتن. أهلا وسهلا بك، وأشكرك أستاذ على هذا اللقاء اللي استضافتني، هاي الاستضافة الكريمة لأن أنقل تاريخ الرياضي ومسيرتي الرياضية عبر أكثر من 40 سنة. إن شاء الله. أشكرك جدا، سعداء جدا بحضورك. أحبة المشاهدين، لنتعرف على ضيف هذا اليوم، تعالوا معي لنشاهد التقرير التالي. يبقى سجل تاريخنا الرياضي حافل بالنجوم الذين رصعوا إنجازاتهم بأحلى الأوسمة، فكانوا علامة فارقة بنجوميتهم. وفي رياضة الجمال والرشاقة، النجم الكبير عماد جاسم محمود، والذي ولد عام 1954، بدأ مسيرته في نادي الميثاق الرياضي، وكانت أول مشاركاته للناشئين عام 1974. في عام 1977 نال بطولة بغداد. في عام 1978 شارك في بطولات العراق وتنقل فوق منصات التتويج بطلا لها. وعن مشاركته في بطولات آسيا، فقد بدأت منذ عام 1984 ولغاية 2002. وعن مشاركته في بطولات العالم، فله 6 مشاركات كان أهمها عام 1987. أما عن مشاركته في البطولات العربية فكانت عام 1998 في بطولة العرب والشرق الأوسط، والتي نال فيها المركز الثالث. في عام 1999 شارك في بطولة الإمارات الدولية، وكذلك شارك في دورة الحسين والتي جرت في عمان. في عام 2001 كانت له المشاركة في البطولة العربية الأولى للأساتذة، والتي نال فيها الوسام الفضي لوزن 80 كيلوغرام. في عام 2002 عاد ليشارك في البطولة العربية الثانية للأساتذة، والتي جرت في بغداد، محرزا الوسام الذهبي لوزن 80 كيلوغرام. وفي ذات العام كانت له مشاركات في كل من ماليزيا، والتي نال فيها الذهب، وبطولة الصالات الأولى في الدوحة، وآخر مشاركاته كانت في ماليزيا حاصدا فيها الذهب أيضا. شغل مناصب عديدة لرئاسة الاتحاد نائبا له، كما نال العديد من شهادات التقدير، أهمها نيله لقب السعفة الذهبية. أصبح عضو أكاديمية ويدر العالمية للثقافة والرياضة في الشرق الأوسط، حاصل على شهادات تدريبية وتحكيمية بدرجة امتياز. وأخيرا أصبح عضوا باللجنة العليا للحكام في الاتحاد العربي. بعد هذا العطاء ظلت مسيرته تشع بإنجازات ستظل منيرة في سجله التاريخي الرياضي. كل الشكر للزميل حازم السويدي على تقرير جميل، وعودة لضيفنا الكابتن عماد جاسم. مرحبا مرة ثانية كابتن. أهلا وسهلا بك أستاذ. شفنا المسيرة ذكرتنا بالماضي والله. شنو رأيك بالصور والذكريات؟ والله بصراحة هي
قسمين، قسم يشارك بالشجن والألم وقسم الثاني أنه ينعشك أنه تاريخك الرياضي المشرف اللي أنت قدمت لبلدك واللي أفتخر به ويفتخرون بأولادي وشعبي ووطني. حلو. الحمد لله والشكر أنه أنا قدمت إنجازات أفتخر بها وأعتبرها كثيرة رغم الظروف الصعبة اللي مريت بها، ويعني مو ظروف صعبة فقط وإنما قتال كان. نعم. مريت بظروف كانت تحدي. أما أن أكون أو لا أكون من الداخل ومن الوسط الرياضي، تعرضت إلى ظلم وإلى إقصاء كثير، لكن رغم هذا استمريت ووصلت إلى ما وصلت إليه والحمد لله والشكر. نقدر نعتبرك يعني طالب مجتهد؟ تقدر تقول مقاتل. مقاتل. لأنني أساسا عسكريتي وتدريبي كان قوات خاصة، الجناح تدريب الصاعقة. خلينا نبدأ وياك مسيرتك الرياضية كابتن. أنت تأثرت حسب معلوماتي بالسينما. نعم. كنت تشوف السينما الأفلام بحيث تأثرت بها كما الأسام ولا؟ بصراحة في بالسبعينات والستينات يعني سينما؟ بداية يعني الشباب يعني السينما كانت دور المراهق. السينما طبعا السينما كانت هي المؤثر، كانت المؤثر الأول، بعدين علي القيار اللي شاهدت مدينة الثورة سابقا هسه مدينة الصدر. شفت علي القيار مرة كنت بعدني ما مسجل بالرياضة. نعم. ففات من منطقتنا وانتجهت كل الأنظار علي، هذا علي القيار هذا علي القيار، وكان فشي يعني ظليت هاني انعجبت يعني انبهرت بعلي القيار. نعم. فرأسا وراها سجلت بنادي الميثاق الرياضي اللي هو كان قريب على منطقتنا، وبديت أتمرن إلى أن إذن كان المؤثر الأول هو السينما وعلي القيار. السينما وعلي القيار. ويعني هاي كان بوقتها نادي الميثاق. نادي الميثاق بأجهزة البسيطة. نعم. كانت الإرادة مالتك هي الأساس. نادي الميثاق طبعا هو أدواته بسيطة طبعا. أدواته بسيطة، أجهزته عبارة عن دمبلس وبار، شفت يعني نقول. نعم. عليه شفت ودمبلس. نعم. والشفت كله والدمبلس صناعة محلية. يعني نتمرن يمكن كل أسبوعين ثلاثة ينكسر الدمبلس وواحد من عندنا يروح يتبرع أي لحمة من اللحم ويرجع. فكانت هاي بداياتنا، بدايات بسيطة جدا. يعني إذا كان علي القيار هنا موجود وياه في نادي الميثاق، مشاركاتك بدأت كيف يعني؟ بدأت تشارك يعني أنت؟ أول مشاركاتي هي كانت بطولة الناشئين أو الشباب في. كان دائما يسمون بطولة النادي أول مرة. بطولة النادي. يعني حتى شوية تأخذ يعني تأخذ تتكيف مع الأجواء البطولة المسابقات. أي أكيد بطولات النادي كنت أنا أشترك وياي، كان الله يرحمه. بأي أوزان كنت؟ صديق. ما كانت اكو اوزان بالبدايه، كانت اطوال. كانت اطوال. إيه. كان المرحوم داود كاظم هذا احد اصدقائي، اصدقاء العمر وصاحب الفضل علي انه انا استمريت بهاي اللعبه. نعم. داود كاظم يطلع يعني اقدر اقول عليه المثل اللي يقول رب اخ لم تلت امك. نعم. هذا انقذني من الجبهه وسحبني الى نادي الجيش الرياضي. نعم. بقصه يعني مثيره جدا. احنا نشوف انت بال 74 طبعا انت بديت تشارك بالبطولات المحليه، يعني كان بال 74 انت حرزت المركز الرابع. هنا المدرب كان اي نعم. نعم. المدرب سعد بن الحيدري هو. شوف هاي الصوره. اي هاي الصوره المدرب خالد القيس الله يرحمه، وهاي الصوره المدرب سعدون الحيدري. نعم. ايهما اثر بك اكثر من المدربين؟ طبعا سعدون الحيدري هو يعتبر الاب والاخ والمدرب الميداني اللي هو صنعنا. انا اقول لك صنعنا صناعه. نعم. انا واحمد الربيعي واحمد النجفي وصباح. هو كان يدرب نادي الشباب. هو كان يدرب في نادي الشباب بدايه السبعينات. انا بال 72 بدات بنادي الميثاق واخذوني اسمع بسعدون يعني الحيدري. اول بطوله انت ماخذها بال 74 هنا بال 74 بالكوت. نعم. وكان وياي داود كاظم واني وأصور حسن القصاب واسماء يعني حسن البهادلي. نادي الشباب خرج كثير من الابطال. اي يعني بنادي الشباب ب 76 ايضا المشاركه الثانيه وحرزت المركز الثالث بعد حسن. نعم. البهادلي وجود حسين. نعم. بديت تطورت من المركز الرابع الى المركز. نعم. الثالث. نعم. من بديت اول ظهور الي ملفت للنظر كان عام 77. واللي هو سلط الاضواء بالنسبة للمدربين والقريبين يعني على رياضة بناء الأجسام، إداريين قريبين شافوا شخص يعني شاب جديد علامات البطولة وجسمه حلو. نعم. ومتطور
بشكل يعني بصراحة احنا جماعة سعدون جماعة هي طبعا اكو جماعات صارت جماعة سعدون للحيدري حرب وحرب قوية لأن تكتل مدربين نعم تكتل نعم هناك ضد اللاعبين يعني اللاعب يصير ضحية ضحية مدرب معين يعني انت تدربك سعدون الحيدري مثلا الاخرين دورة مثلا محمود السعيد الاخر دورة طالب الشهاب الاخر دورة مثلا وهكذا محمود كان تأثير على النتائج اكيد اكيد وتعرضت الى 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 فصل والى ابعاد والى مساومه واذا تريد اتكلم عنها ما عندي مانع بالبطوله يعني هذا المركز الثالث من حرسته او 77 76 بقت هنا انظار تتجه الى عماد نعم بال 77 احرزت المركز الاول في بطوله انديه العراق واللي نزلوا وياي ابطال دوليين امثال خالد القيسي وامثال ماجد جعفر وراها بثلاث ايام صارت بطوله العراق بنادي الجيش الرياضي نفس الابطال ونفس الاشخاص طلع الثالث انا قبلها بثلاثه ايام اول لكن بدات قلت لك الانظار تتجه هذا عماد جاسم وين مني ضربه منه فمن عرفوا مدربي سعدون الحيدري بدت الضغائن والحسيكه والحقد عليه بشكل مو طبيعي واكثر رياضي تعرض الى ظلم بكل الرياضيين هو اني لان انا بصراحه تساومت فصلوني ثلاث سنوات كان استحقاقي الاول في بطوله العراق بالكاظميه عام 76 وانفصلت ثلاث سنوات ليه ضربت الميز؟ فمن انفصلت انا ما ضربت الميز بس هاي ما ضربت الميز دخل اكمل حتى تعرف القصه بطوله العراق 76 طلع المفروض اطلع اول فطلع الثاني ثالث بين عزيز مظلوم وطالب الشهاب الدوري نزلت المسرح انا ما اعرف شنو القضيه بس اشوف من بعيد لغط وحكي وهوسه وصياح رحت للبيت ما عرفت شنو الوضعيه رحت للبيت ثاني يوم دافع على الجرايد اشوف النتائج فصل البطل العراقي عماد جاسم والفات تنبيه للمدرب ماله سعدون الحيدري سعدون جمشيد يعني هيك بالاسم لان هو تبعي ايراني بس هو من اعظم المدربين بالعرب والشرق الاوسط وحتى بالعالم اقول لك سعدون الحيدري اللي هو صعد هسه ايران الى قمه البطولات والمحترفين فرحت كانت اللجنه الاولمبيه بالكراده يعني هذا الفصل اثر على مسيرتك بعض الشيء؟ طبعا اكيد وبس هو اثر علي انطاني اصرار ودفعه اقوى انه اكون فرحت على محمود السعيد كان هو رئيس اتحاد بغداد قلت له استاذ انا ليش مفصول؟ قال لي ما تعرف السبب؟ قلت له لا والله ما اعرف السبب قال انت مو جيت علي وضربت الميز؟ انا جيت علي كاني اصلا يبدو انت مسويها بلا شك انا خلف اي خلف الكواليس هاي الجزئيه لان مهمه فقال اذا تريد تسافر تريد تصير بطل تعال يمي انا اكتب لك كورس وتصير بطل هو محمود السعيدي كان يدرب نعشط كان يدرب بال بالسنك بالسنك شرداغ مال اي شرداغ ويدبون به حديد وهذا مع نادي محمود السعيدي هو كان يسمونه نادي حماده اي هاي بالسبعينات والستينات فقلت له انا عندي مدرب 78 صارت بطوله العراق رحت في قمه المستوى والله العظيم كان مستواي جدا راقي ورحت قلت لهم انا مستعد وشوفوني نزعت كنت نازع ولابس المايوه وواقف انا وياي المدرب منتخب الله يرحمه وطرواعي مدرب الديوانيه هي صارت البطوله بالديوانيه قلت لهم شوفوني انه شافوني هذه الصوره هذا وياي مطرواعي مدرب منتخب الديوانيه والله هذه لو اني مترشح بيها مو اسيا اول انما هاي بس بال 78 الصوره هاي الصوره اخذ بها من الثلاثه الاوائل على العالم فعلا هنا جسمك قمه المستوى يعني قمه المستوى وجريمه ما رشحوني ارتكبوا جريمه بحقي ما رشحوني بهاي البطوله وما سمحوا لي انزل هاي مدرب الديوانيه وياك هاي مدرب الديوانيه كان معجب بي يعني واكثر الجمهور اللي كانت البطوله جوا بالقاعه نص الجمهور اجى وقف يم المسبح يشاهد يعني ما في نظر انه اكثر الرياضيين يعانون من الساقين خاصه اي انا بالنسبه لا كنت امتاز بقوه الساقين والذراع والتنشيف العضلي الحالي العضل. لان كانت جيناتي الوراثيه يعني موسكولر شلونق والعضل قوي اي اساس يعني هي جينات وراثيه يعني حلوه ومناسبه لهاي اللعبه اذا هاي الصوره اتوقع في ذاكرتك تمثل نقطه حزن هذه الصوره واكو هم صوره اخرى
بالسنة 88 ترشحنا لبطولة العالم. هسه نشوف، خلينا نقول بعدين نعم. حتى ليضع مدى الوقت. ب 1980 بطولة بغداد، هنا أنت شاركت في وزن 90. الأول أحمد عباس من أمانة، والثاني عماد جاسم من الجيش، والثالث طالب شهاب. من هنا صارت هنا مفاجأة أنه أنت فوز على طالب شهاب. وما ترشحت، وترشح طالب شهاب. هاي بال 80. إي. أنا أيضاً هاي ايضا اي نعم نعم اي وراها ايضا هماتين التقى بي محمود السعيدي. الصوره هنا انت وطالب شهاب. اي انا غلبته وهو طلع ثالث. نعم. واني طلعت اول. طالب شهاب كان يعتبر من النجوم الكبار. اي بس هو يعني الرجل الاكبر من عندنا سنا، انه يعتبر من الجيل الاول وبطل عالمي. نعم. يعني انا اقول لك هو يعني العمر هنا يختلف. اي العمر. ثانيا احنا شباب صاعدين. فهنا ايضا التقى بي محمود السعيدي مرة ثانية قال لي يعني شلون مقابلك وقاعد محمود السعيدي؟ قال لي ها قبلي هي بالسنة 80 ترشح أحمد الربيعي. نعم. أنا استغربت، إحنا جماعة سعدون الحيدري محاربين، أنا وصباح طالب وأحمد الربيعي. أحمد الربيعي هم دربوا على سعدون الحيدري. إي محاربين ما نترشح. نعم. بس أبو حليم أحمد الربيعي راح على سعد على محمود أخذ كورس. لانه بالثمانين تسفر يعني محمود السعيدي. الفيزا من محمود السعيدي. الفيزا من محمود السعيدي. تسفر سعدون الحيدري وبقينا بدون مدرب. طب السنه اللي بعدها حضرتك صدرت المجموعه، وقفت على منصه التتويج يعني 81 وزن 80 كيلو، الاول عماد جاسم من الامانه، طالب شهاب الدوري من الشرطه ثاني، وعلي حسين هادي من الشرطه ثاني. اي ايضا هم ترشحت بها بال 82 وترشح طالب شهاب. اي 81 بال 81 وبال 3 مرات اني. نعم. يعني بصراحه انا ما يقارب 5 بطولات دوليا انحرمت. فانت اخذ كورس، راح اخذ بطوله اسيا. يعني اول مشاركه احمد الربيعي شارك، قلت له احمد انت شلون سافرت؟ قال والله اخذت كورس. قلت له صدق؟ قال والله يعني قال اول ما طلعت من يمه شقته ذبيته. اي فقال لي تروح اخذ منك كورس. فهو قال لي قال تعال خذ كورس مني. قلت له ما اخذ منك كورس دو. انت سنان بال 80 هو يعني احمد الربيعي كان ايضا فاز على عباس الهنداوي، يعني هم كانت مفاجاه. اي بوزن 90 استاد انت نزلت 80 وزن 90. اي استاد انت تفوز، ولكن اذا ما يسفروك شنو الفائده؟ هي هنا مفاجاتين، المفاجاه الاولى انت فوزك على طالب شهاب. نعم. المفاجاه الثانيه احمد الربيعي. اي احمد الربيعي عباس الهنداوي الله يرحمه يقول ما حد غلبني بقت. لا لا احمد عباس الهنداوي غلب علي حسين، غلب عزيز عبد الكريم، غلب احمد الربيعي الله يرحمه. طبعا رحمه الغفران له ان شاء الله. من اصدقائي المقربين عباس، ومن كنا نسافر كنا بغرفه واحده انا وياه. نعم. وكنا واحد يرتاح للاخ. عباس الهنداوي بطل، لكن مو عيب الرياضي اذا يكسر. التاريخ يعني بقى. اي تاريخ رياضي. هاي بال 89 كابتن انت. نعم. اصبحت الان بطل الوزن 85. نعم. والثاني علي حسين، والثالث حسن البهادي. ايه. ايضا هنا انت كانت يعني بديت على المراكز الاولى تنافس. نعم. بقوه يعني صراحه. بعد هاي المعاناه اللي والمشاركات العربيه بديت تشارك في بطوله اسيا عام 1984، اول مشاركه لك. نعم. هذه البطوله اني بال 82 دعوا مواليدي الاحتياط. خليني اتحدث على اسيا. اي مو انا اريد اسلسل الوقت. اي فانا كنت احتياط سنتين بالجبهه، وبنادي الجيش ما يردوني لان المدرب عزيز مظلوم كان موجود، والمدرب ماله ينزل كان بوزني، فقال انت من احتاجك؟ احنا عندنا عزيز مظلوم. فالله يرحمه داوود المدرب اخذ اجازه، داوود بنادي الجيش ويانا وياهم، فاستغل الفرصه، صار لان هو نائب ضابط، استغل الفرصه سوى لي كتاب سحب على نادي الجيش استخدام، فانسحبت بقدرتي يعني بقدره قادر الحمد لله والشكر. مني جيت قدمت الكتاب، تفاجئوا المدرب وعزيز مظلوم، قالوا يلا هي استخدام 4 أشهر اعتبرها اجازه وترجع. أنا شفت الجبهة وشفت القتال والحرب، وتصوبت للعلم مرتين انصابت إصابات خفيفة، والهجومات شرق البصرة وشرق مندلي وقتال. في 84 جيت بديت 3 أشهر اتمرنت الصبح والعصر وحتى بالليل اتمرن بالبيت معدة، جهزت نفسي إلى بطولة بغداد. يعني نزلت بطولة بغداد طلعت ثاني. أحمد النجفي أول، أنا ثاني، وماجد جعفر ثالث، عزيز مظلوم رابع. عزيز مظلوم من نادي الجيش.
بعد ما قدروا يرجعوني، صاروا امام الامر الواقع. فانطلقت بعد وراها، انصفني الله يرحمه المدرب راصد العاني. راصد العاني هذا الرجل هو اللي فتح لي الطريق وانصفني بالعلم. للعلم اني كنت منافس لاحمد الربيعي، 3 مرات اخسر ويا احمد الربيعي بالعراق، 3 مرات، بطوله بغداد، بطوله العراق، التصفيات النهائيه، انا ثاني ورا بوزن 90. انت مره تقول على وزن 80، مره على 90. اي انا مو احنا شنو استاذ؟ حسب البطوله. اي لا هو حسب حاجه الفريق. سابقا كان الوزن يعني اذا يصير وزنك 80.5 الى 90. مو مثل هسه، هسه اكو وزن 85 و90 و75. كانت 5 أوزان في اسيا. هنا أنا حضرتك يا استاذ العزيز، هذا اول وسام اسيوي تاخذ المركز الثاني هنا الخفيف الثقيل، انت شاركت به. الاول ياسوشيسي كومايا الياباني، والثاني عماد جاسم، والثالث احمد عباس. نعم. هاي 84. نعم. انت عندك 7 مشاركات واحده ماستر و6 مشاركات اسيا. اي نعم. ايضا في بطوله كوالالمبور في سريلانكا، هنا أنا ايضا انت في مشاركة كانت لك يعني جميلة. شو يعني شنو اللي يصير؟ أنت كل مشاركاتك المركز الثاني، ليش ما صعدت على الأول؟ أستاذ العزيز، السؤال دائما يطرح نفسه. أنا وأحمد الربيعي شلون تقول يعني إحنا الجوكر مال الفريق والمتميزين بالفريق. الدول الآسيوية أكثرهم تعرف أنت هم قصار قامة، يعني لا لحد أوزانهم 80-90، من 90 وفوق ماكو، ما عندهم أبطال. انت هنا رجعت للثالث، يعني انت قبل الثاني هنا تجي ثالث. استاذ العزيز انا قلت لك انا مريت بظروف صعبه، يعني انا بنادي الجيش، اسمح لي استاذ، انا بنادي الجيش اخذت بطوله اسيا ثاني على بماليزيا 2007، رجعت للنادي لقيت كتابي حاضر دا يرجعوني للجبهه. انا كنت بنادي الجيش، انا كنت يعني اعاني انا ما مرتاح نفسيا ولا معنويا. انا بنادي الجيش صحيح متفرغ، بس انت باي لحظه هذا، فكنت دائما متحفز ومستعد انه انا ما انطي لازمه واخسر. نعم. ولذلك العامل المعنوي. أكيد. ثانيا انت تروح تقارع ابطال اسيا، اليابان، الكوريين، دول متقدمه. 15 دوله تشارك وياك، ودول متقدمه. نعم. ومرتاحين ويجون معسكرات تدريبيه. استاذ خلينا ناخذ اتصال مع الكابتن عماد الشريف وارجع اسالك على السؤال، ايش معنى انتوا اثنين في وزن واحد انت وعلي حسين؟ الو. نعم. مساء الخير. نعم. كابتن عماد. نعم استاذ. شلون الصحة؟ الحمد لله. سعداء اسمع صوتك كابتن عماد. انا التفاصيل اللي انت حكاليها كلها ادري بيك كانه هسه قدام عين. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني الله يسلمك. عماد. عماد. نعم. عانى كثير يعني والله العظيم. نعم. يعني كان المقاتل. نعم. اي والله مو بس رياضي. يعني ليش احب العماد؟ يعني عماد اخويا الكبير، اخويا العزيز، يعني فد انسان يعني عظيم. نعم. يعني هذا الاصرار اللي عنده ماكو. نعم. بالقران يكفي له هسه يكفي له بلد كامل. نعم. من الغيره. نعم. ابو غيره عماد. اكيد. ابو غيره ابو داليه. اي والله. كابتن عماد بما خبرتك انت الكبيره، يعني كان يعني يحس انه هو الكابتن عماد انه كان مظلوم في بطولات العراق وفي بطولات اسيا، كان هناك سبب بسبب مدربين رغم انه كان يمتلك تقطيع عضلي كبير وكان عنده يعني عضلات ناشفه، تنشيف عضله قوي، وجهه نظرك انت شنو كان يعوز الكابتن عماد حتى يصل بعد اكثر من المركز؟ يعني استاذ عماد كان اولا نعم انسان بسيط جدا الى ابعد الحدود. تمام. حتى كانت امكانيته الماديه كانت دون المتواضع عندنا. نعم. يعني فهو كان مكافح، يعني انسان عنده طموح انه يصير انسان رياضي كبير. نعم. ويصير له اسم بالمجتمع، فهذا اللي خلاه ماكو الدافع النفسي اللي عنده. نعم. طموحه العاليه اللي حتى يوصله الى مراحل ابعد مما هو بيه. فلهذا استاذ عماد يعني انسان مكافح الى درجه يعني، وفوق كل هذا ما كان انسان متملق. لا متملق. حلو. اي ابو غيره كان البطوله تجيب البطوله بعرق جبينه. اكيد يعني هاي شهاده كبيره من الاستاذ عماد شريف، وانت بخبرتك الدوليه الكبيره كمدرب وحكم دولي وبعض طويل لك هذا التقييم بالنسبه للكابتن عماد جاسم، اعتقد هي شهاده كبيره
لهذا البطل الكبير. أنا سعداء نسمع صوتك كاتب عمر. تفضل. عماد جاسم أقول كلمة. قول تفضل. غير يوزعوه على بلد، على بلد كامل يكفيهم. هل قد غيور؟ شكرا. ويحب وطنه. أكيد. شريف، إنسان شريف. أكيد. اكيد 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 اي والله فعلا هو كان يعني صبور وجلد انه يتحمل كل المفارقات حتى يبقى بطل فوق المنصات. الاستاذ عماد شريف من كركوك، شكرا جزيلا على انضمامك لبرنامج كل الراضيه، وسعاده سمعنا صوتك. اشكر استاذ عماد شريف على هذا الاطراء الجميل، وهو صديقي صديق عمر طبعا من السبعينات، وانا تعرفت عليه بالسبعينات عندما اجى على سعدون الحيدري ياخذ كورس تدريبي منه، فعرفت هذا عماد شريف. عماد شريف هو ارشيف لعبة بناء الأجسام بالعراق، مو بس بناء الأجسام، بالأثقال والقوة البدنية، يعني إنسان متابع جيد وارشيف جيد، مدرب دولي وحكم دولي قدير، وكان بالاتحاد أيضا عضو الاتحاد المركزي. فعماد قامة كبيرة في لعبة بناء الأجسام على المستوى الإداري والفني وإلى وحتى التدريبي، وأنجز أيضا أبطال كبار. الكابتن بال85 انت قلنا المركز الثالث، يعني تراجع بين الاولى انت 84 مركز ثاني، هنا انا مركز ثالث بنفس الوزن، وزن الخفيف الثقيل. نعم انا طلعت اول بالعراق، والثاني والثاني كان علي حسين بال90 اعتقد، طلع احمد الربيعي اول، وطلع حسن البهادلي، ما اعرف حسن البهادلي كان بيوزن 75 هم طلع ثاني. حسن البهادلي بنادي الميثاق، العفو بنادي الشباب. نعم. أنا ترشحت، الترشح وياي كان هم أيضا بدأ نفوذ محمود السعيد يرجع. بال85 المساكين بالعراق اللي عندنا أنا يوسف أحمد عندنا موجود. عندنا محمد أحمد زيدان. محمود زيدان ويوسف أحمد وعزيز عبد الكريم وأحمد الربيعي وعلي حسين وأني. وأحمد عباس وعزيز عبد الكريم. وعزيز عبد الكريم، نعم. فقلت لك رجع محمود السعيدي. تعرف احنا اثقال وبناء الاجسام، مره جواد جودي مره محمود السعيدي، فرجع محمود السعيدي كمدرب للمنتخب، فاخذ رشح طبعا هم ذولا لاعبين مالته، لاعبين طالب وعباس وعلي حسين وهذا، فيفضلهم علينا اكيد 100%، فرشح علي حسين وياي. حسن البهادلي كان رئيس نادي الشباب صباح مرزه، فراح قابل صباح مرزة قال لي أنا بنادي الشباب يحاربوني، وأخذوا لاعب من نادي الشرطة ثاني، وأني ثاني ما أخذوني لأن أنا بنادي الشباب. فخبروا الاتحاد بأنه يكون بعد ما يرجع الفريق العراقي يسوون تحقيق بهذا الموضوع. نعم. أنه شلون هذا، ليش هذا ترشح ثاني وهذا ثاني ما ترشح، شنو الموضوع. فهذه أثرت علي أنا صراحة، كنت مستعد استعداد قوي وجيد، وشاركنا بالبطولة حتى الياباني سومو يمكن أعتقد اسمه من صاحة واسمه أول، تفاجأ يباوع حتى يباوع عليه كل هيك يباوع، معقولة هو طلع أول، والثاني علي حسين، والثالث عماد جاسم. أحمد الربيعي ها شنو صدق تفاجأوا، يعني ماكو نسبة مقارنة بيني وبين علي حسين، المفروض أنا أول علي حسين ثاني الياباني ثالث، اثنين حكام إذا اتفقوا على واحد يكسروه ويبعدوه، وهذا اللي سواه محمود السعيدي ببطولة آسيا، حرمني من المركز الأول لأن اثنين يجوزطوني رابع، أثرت على نتيجتي، واللي استفاد منها الياباني فقط اللي هو بال 87 كان الاول من الفلسطين بال 85 كان من اليابان. بال 85 بال 85 عندك هنا الاول ياباني والثاني علي حسين والثالث عماد. 86 قلنا عليها، 87 ايضا نفس الشيء عندك المركز الثاني والاول هنا من الفلبين. استاذ بالنسبه تقول انتم دائما ثاني ثاني، صح احنا نطلع ثاني، والنوبات يمكن انا مرتين طلعت ثالث، بس اكثر البطولات ثاني واخر شيء اول. نعم. اولا احنا اللي يروحون ويانا ما يسندونه، الاشخاص اللي يروحون ويانا حكام وكذا واداريين ما يوقفون ويا اللاعب العراقي، يبقون يعني يجاملون مثلا امين عام الاتحاد الاسيوي يجاملوهم لهم على حساب نتائجنا. نعم. وهذا شيء معروف يعرفوه كل الابطال، فاحنا مو تقول يعني ثاني نطلع ثاني وهذا استحقاقنا، دائما نطلع ثاني واحنا المفروض استحقاقنا الاول. اكو تلاعب بالتحكيم، اكو تلاعب
بالتحكيم، واكو مجاملات، واكو والموسيقى اثرت عليكم فيما بعد. الموسيقى طبعا هذه انه الفريق العراقي تصور 15 سنه اول على اسيا، يعني انت 15 سنه انت دبرتها بالموسيقى كابتن عماد بالبدايه. خلينا نحكي صراحه. ايه لا لا بالبدايه لا، انا وراها صرت من الكابتن مال الفريق بالهذا، واكو صوره جماعيه اللي يطلعون اياها خمسه احنا، انا امتاز بالوضعيات الارضيه. عندكم سبع وضعيات تاخذوها؟ اي بس انت كنت ممتاز بالوضعيات الارضيه. اختبار السري السبعه حتى استاذي هذه الموسيقى خلوها الاسيويين حتى يخسرون الفريق العراقي. خسرونا بال 82 انت تدخل الاوزان الخفيفه هم دخلها. الاوزان الخفيفه كان العراق ما يشارك بها، يشارك بالثقيل، الثقيل لانه عندنا عباس وعندنا علي وعندنا الاسيويين قدموا اعتراض دخلوا الاوزان اليابانيه ل 60 65. اي اليابان دول شرق اسيا طبعا كلهم قصار القامه. هسه حكينا على الموسيقى. على الموسيقى السنه الاولى احنا كليتنا خسرنا النتائج لان قام يضيفوها. نعم. بالعالم ما يضيفوها، ينطيك اياها نتيجه واحده. يعني تقدم عرض بضاعتك انت تقدمها على انغام موسيقى. نعم. احنا ما عندنا يعني هم خلونا الموسيقى اللي هم اختاروها وناخذ وضعيات عليها. لكن السنه الثانيه دخلناها الاتحاد قال كل واحد يحضر نفسه، انا حتى قمت اشاهد عروض الباليه شلون اتحرك. حلو. الموسيقى قمت اسمع موسيقى بيتهوفن موزارت هذا، فحتى عرضت يعني السنه اللي وراها عرضت على المعزوفه بحيره البجع. عرضت عليها بها فد انسيابيه وحركات، وكنت متقن جدا حركات الباليه. ولذلك ما خسرنا، بس شنو رغم هذا النتيجه ياثر عليها الموسيقى دائما، يعني اذا ما تطلع اول انت من تطلع ثاني ايضا راح تبعدك. الاجانب وخاصه الكوريين يقدمون، يعني الكوريين طلعوا حركات مال كونفو كاراتيه هذا يعني افضل من عندنا، بس احنا قمنا نقارعهم وهماتين نفوز. هماتين نفوز بس مره النوبه عادوا سووا موسيقى جماعيه، يعني كل منتخب يقدم موسيقى جماعيه، هاي تنضاف على النتيجه الفرقيه هم قام تاثر علينا. اخر مشاركه لك انت ببطوله الماستر 2002، شلون قدرت تحافظ على البطوله كماستر على لياقتك وعلى بطولتك وعلى على جسمك؟ هذا المحافظه لها صعبه مو؟ نعم صعبه المحافظه على الجسم طبعا طبعا طبعا. يعني العمر ياثر وله دور، لكن انا قلت لك انا مقاتل بهاي اللعبه، جيناتي الوراثيه خدمتني. ثانيا الظلم اللي تعرضت له خلاني انه انا اريد اثبت جدارتي. يعني انت جابت الظلم بالاصرار مالك؟ بالاصرار المتواصل، يعني كنت انا اخسر اليوم ولا المفروض اخذ راحه شهر، أنا ثاني يوم أروح للقاعة أتدرب. أنا أحمد الربيعي وعزيز عبد الكريم وعباس الهنداوي وأحمد النجفي ويوسف كلهم اعتزلوا سنة التسعين، بقيت أنا الوحيد أتمرن. شلون حافظت؟ بالتمرين المستمر؟ بالتمرين المستمر تمام. بالتمرين المستمر والغذاء والخبرة. حتى أنا شنو دور المدرب جواد الموسوي؟ المدرب جواد الموسوي مدرب قدير وجيد وتحياتي إلى هذا الرجل. وطبعا ما انسى دور المدرب خالد القيسي الله يرحمه، كان البديل الى سعدون الحيدري. كان المدرب البديل. نعم. اي فجواد الموسوي الرجل بالتسعينات. شفنا هاي الصوره كابتن، هذه بطوله العرب بلبنان. نعم. هذا البطل انا المفروض اني اطلع ثاني وسامي الحداد اول، لان سامي الحداد مستر اولمبيا هسه. نعم. اي شوف يعني الخليج وصلوا الى مستر اولمبيا، وصلوا الى المحترفين. احنا ليش ما وصلنا؟ احنا مع الاسف احنا قلت لك الظروف اللي مرينا بها، يعني انا زين مني من اشارك واجيب ثاني اجيب ثالث اجيب اول، يعني هذا وانت تمر بحصار. انت تدري احنا بعنا جقاير وبعنا تجهيزاتنا الرياضيه بالاردن. فتره الحصار نسافر على حسابنا. نعم. زين شوف سفرك على حسابي في بطوله كاس العالم. بطولة العالم انت حضرتك عندك ايضا 8 مشاركات، والمشاركه قسم منها على حسابك وقسم عندها يعني بظروف صعبه بعد غياب قسم عندها.
افضل مشاركه من خلال نتائجك المركز الثامن في بطوله اسبانيا هي اول مشاركه لك 87. اول مشاركه طبعا هي هذه نوب، حتى بطولات العالم يعني تجي بالصدفه، ما تجي يعني مخطط لها. احنا بصراحه كنا يعني تحت تحت ضغط الاتحاد الاثقال. اتحاد الاثقال كان ياخذ من عندنا بطوله اسيا ويتركنا هاي خلاص. الالعاب الاخرى ترى يحسدونا على نتائجنا. احنا باسبانيا كابتن افضل نتيجه حققها عماد جاسم اللي هو المركز الثامن. الثامن من بين 48 متسابق. نعم. يعني قبل 3 سنوات اشترك بطل عراقي في وزن طلع سادس. اللاعبين كلهم 6، ما غالب ولا خيال واحد. نعم. زين انا غالب 40 بطل ثامن. فاحنا كنا حتى بطولاتنا السابقه اللي نزن بها كانت يعني وياي 6 ابطال عالم، شحات المبروك، جاك الكندي، الثالث بنفاتو هذا الاسباني، والهندي بريم تشاند، والفلبيني سامي باشوك. يعني 6 ابطال عالم اني نازلين وياي وطلع الثامن. نعم. وهذول كلهم وبعدين دخلوا محترفين. طب يعني انتم باسبانيا شفتوا هناك الفرق بينكم بين اي تفاجئنا بصراحه تفاجئنا. يعني انتم شفتوا القاعات، انا حسب القاعات اللي موجوده هناك والتجهيزات اللي موجوده والادوات اللي موجوده والتحضيرات اللي موجوده، ما تساوي حجم البطوله اللي انتم بيها. اكيد اكيد احنا هناك حتى شفنا امور يعني البروتينات، علب البروتينات اللي وياهم وبالجنطه مالته ويطلعها وياخذ ويتناول ويشرب. تاخذون بروتينات القطب يشرب عليكم ولا تاخذون بكيفكم؟ لا احنا ما عندنا، هم لا، هي المكملات الغذائيه، غذائيه مكملات مو هرمونات، اكو فرق بين المكملات الغذائيه والهرمونات البنائيه. انتم اخذتوا منشطات؟ احنا بدايتنا ما نعرف المنشطات، لكن بالثمانين بال 83 84 اخذنا يعني ما اي واحد يقول لك ما ماخذ منشطات يكذب عليك. يعني هذا صريح نكشف فيه اليوم مره؟ لا انا صريح. زين. كنا اخذنا منشطات، لكن لو تقارن اللي اخذناه مع ما يؤخذ الان يشكل 5%. احنا كنا ناخذ ونخاف وما يعني نعرف عنها شيء. يعني ما سببكم ضرر؟ لا لا ما اصلا هي ما يعني اعطتنا ذاك الشيء اللي احنا نريده. يعني احنا نشوف المنشطات وما تفعله بجسم الانسان من ضرر؟ المنشطات استاذ طبعا هي هذه تتعامل ويا اجهزه الجسم ويا الغدد ويا الموجوده بجسم الانسان، فانت من تاخذ مثلا التستيرون هذا راح يعجب المعمل الموجود للتستيرون، هو اللي موجود بالخصيتين راح يوقفه او راح يقلله، فاذا راح يجيك تستيرون خارجي وهذا راح يسبب طبعا، وهكذا على كل الان انت درب عند قاعده ربيه تنصح اللاعبين يستعملون المكملات الغذائيه الان في حتى المكملات الغذائيه بعض الاحيان اذا اريد انطيها الشخص يعني يكون يعني المكملات تحتاج ابو يحتاجوها أكيد, العالي. اكيد اكيد لا حتى المكملات الغذائيه حتى المو رياضي اذا انسان ضعيف بنيته ضعيفه ويريد شوي يسمن ياخذ مكملات غذائيه. المكملات الغذائيه جيده. يعني تنصح الجيل اللي انت تدربهم الان عدم تناول المكملات الغذائيه؟ لا انا يتمرن شهرين 3 4 وبعدين اقول له خلي جسمه بالبدايه يبني. شلون تعرف هو ماخذ منشطات مثلا؟ والله شو اعرفه لو قسم ضرب الاوبر هنا هذا الموضعي طبعا الموضعي هاي كارثه هذا. هاي كارثه الموضعي هذا، بس احنا الحمد لله والشكر الاتحاد قدر ان يحد من هذه الحاله ويقضي عليها ايضا ان شاء الله. حتى انا من كنت رئيس اتحاد كنت اشكل لجنه دوبينج ونطلع اي واحد ماخذ موضعي. نعم ناخذ اتصال مع الدكتور صلاح طاهر. الو كابتن صلاح، نشوف انت مشاركتكم كانت في اسبانيا 87 اعتقد، وانت كنت حاضر على البطوله ايضا مشارك ويا الكابتن عماد جازم، كيف نقيم مشاركات البطل العراقي في هكذا محفل كبير مع فارق المستويات بالاجهزه والمعدات والتدريب والتغذيه؟ نعم استاذ نعم صحيح، انا هذه البطوله الحقيقه صارت بشهر 10 اكتوبر بالعام 1000 يعني كان ايام شتاء برد كان خاصه باوروبا، بس اسبانيا كان بلد سياحي. نعم. والبلد السياحي دائما يستقطب الناس خاصه باللي يصير فيه حدث كبير، فالعدد يزيد هنا المهمه صارت شاقه اكثر. نعم. لانه الابطال من كل حد وصف مثل ما يقول شاركت، فكانت مهمتنا قويه، بس كان رفعت راسنا الكابتن عماد، لانه يعني هو كان حقيقه افضل نتيجه جاب ثامن مكرر بها،
نزل وزن 80 نعم. نزل على وزن 80 في وقته وكانت المنافسة قوية، يعني طاولة 6 ساعات تقريبا يعني كانت ما بين يعني العرضة ظل استمر الكابتن عماد ينزلون ويطلعون على المسرح، حتى احنا تأثرنا عليه يعني تأثرنا تأثر شديد. اللي جبتها من ناحية الفارق، نعم أستاذ الفارق كبير من ناحية الأجهزة، يعني تصور احنا سكننا في وقتها فندق بالعاصمة مدريد اسمه ميليا كاستيليا، هذا الفندق كان يحتوي على صالة داخلية خصصت للفريق. حقيقة احنا رغم انه احنا نمثل النقطة بالنسبة للعراق ايامها المنتخب الوطني الاول، ولكن تعذر علينا فهم بعض الأجهزة لحداثتها بالنسبة لنا، وعرفناها بحكم الخبرة بعد ما استخدمناها، تعرف احنا عندنا توافق عصبي عضلي عالي فنشعر العضلة المستهدفة بهاي الحركة، عرفنا ان هذه لفلان عضلة. تصور هالقد كان احنا كانت عندنا أجهزتنا فقط الكاميرات بداية، ورغم هذا الكابتن عماد والاخوان الاخرين يعني اثبتوا حضورهم وصار تفاعل وتنافس، وكان انه حتى من نزلنا كان جويدر هو رئيس الاتحاد القديم اخذ صور مع واحد من الفريق العراقي لما يحمل، واحنا عندنا خصوصيه باجسامنا، عندنا الجماليه وعندنا الديفنيشن يعني الشفافيه العضليه القويه، فهذه تستهوي الاوروبيين، يعني بعض الملامح الجميله موجوده بالهيكل، لكن للاسف ما قدر ننمي هاي الخصله الطبيعيه في اجسامنا بسبب الظروف. يعني انا احكي لك يا استاذ بهذه البطوله بالذات، الله يذكره بالخير مدير الشرطه في وقتها هو اللي دعم معسكر تدريبي في نادي الشرطه، كان اللواء عبد المحسن خليل الله يذكره بالخير. كابتن صلاح، انت هذا المعسكر نعم. تحدث عنه اللي قدمه بقت مدير الشرطه هو مدة شهر يعني 30 يوم فقط 30 يوم نعم، مو شيء ذكرني 30 يوم نعم مدة 30 يوم فقط. هذا الدعم اللي كان، وهذا لا يكفي استاذ البطولة العالم تهيئ لها باربع سنين، يعني ما تهيئ لها بيوم من الاعداده غير اعداده، يعني تنافس يعني العالم كله تتنافس وتاخذ لقب ترفع به اسم بلدك على مستوى يعني القارات، لذلك هذا غير كافي، لا الاجهزه ولا الدعم، اما المواصفات والخامس والغيره العراقيه حاضره بالتنافس، ولكن هذا لا يكفي استاذ. لا يكفي اكيد لا يكفي، نتمنى هاي شهاده كبيره طبعا يعني للاخ عماد جاسم، واحنا نتمنى لكل ابطالنا في القادم يعني في قادم الايام ان شاء الله، والشباب اللي يستمرون على العيده يعني كلها نقص يتلافوا. نعم. الاستاذ كابتن استاذ علي شهادتي العفو اضيف لك شغله بالنسبه لكابتن شهادتي به مجروحه، كابتن عماد يتمتع بشخصيه قياديه، تصور اول ما دخلت الموسيقى وهي اروي كحادثه اخرى تميز فيها الاستاذ عماد جاسم، لما دخل كنا في سنغافوره في 88 بطوله اسيا، دخلوا عندنا طبعا ارتبكنا لان دخلت الموسيقى وصار عليها نقاط. الاخ عماد شنو معنى يعني حتى من الشتت واكو صوره موجوده يؤدي الوضع واحنا بشكل جماعي سوى، هو الانتقالات تصير هو يجلس واحنا واقفين يجلس الحركه، فهذه ايضا اثرت وقدرنا نحافظ على النتيجه الفرقيه للعراق بسبب الذكاء الميداني في تلك المرحله وروح يعني وفكر القيادي مع استاذ طالب المدرب، فقدرنا ننقذ ما يمكن انقاذه من الخساره او فقدان النقد. اكيد اعترض عليكم وتحياتي لاخوي الكبير استاذ عماد ولحضرتك استاذ صباح، والله مشتاق لكم وان شاء الله لو اقرب زياره الوطن اكحل عين بشوفتكم، تحياتي لكل رواد هذه اللعبه. احنا ايضا احنا نبلغ تحيات كابتن عماد وتحياتنا، ونتمنى ان شاء الله نشوفك في بغداد مره ثانيه وفي لقاء جميل يكون اكثر. طبعا تحياتي لاخويا العزيز وصديق عمري وزميلي، وكنا بالبطولات يعني احنا توأم واحد. نعم. الدكتور صلاح ابو احمد من اعز اصدقائي، انسان محترم ومتربي تربيه عاليه جدا. أكيد. وخلوق ومضياف يعني وكرم. كل هالشهاده يقول شهادتي مجروحه بالكابتن عماد. احنا اخوه وشاركنا بطولات وحتى علاقتنا عائليه يعني. نعم. تحياتي اللي حضرته ولعائلته الكريمه ولاولاده واحفاده، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عود لبرنامجنا ونقول انت شاركت 87 قلنا تفضلنا وشرحنا بها، 89 في فرنسا. من 89 ل 99 المشاركه الثالثه لك، يعني الفرق اللي شاد بالاردن، الفرق هنا 7 سنوات بين بطوله وبطوله.
يعني مو مسافة طويلة. مو قلت لك احنا اولا مرينا انا مريت يعني بظرفين. يعني 96 وين؟ اي. و 89 وين؟ اعتزلوا كل الابطال سجل واحد. 96 احنا كنا نعاني من حصار رياضي. اي. هذا طبعا هاي محسوبة هذه محسوبة. الادوات مالتنا اللي. محسوبة الي هذه طبعا الفترة. باع هاي الادوات هذه تمرين. تراي سيقان لك اكستنشن وكيل سيقان يعني تمرين ينتاخذ بهذا الجهاز البائس يعني امامي وهذا شارك بطولة العالم هاي شار اي طبعا هذه فأنا قلت لك مريت بمرحلتين صعبة هي مرحلة الحرب العراقية الإيرانية ومرحلة الحصار واحنا ناخذ ويانا تجهيزاتنا الرياضية نبيعها بالأردن بالأردن انتوا رحتوا بالسيارة طبعا الباص اي طريق بري طبعا طريق بري 10 ساعات 12 ساعة شبقى بيك ولازم واحد يروح هناك نلقى الوفود مرتاحين وحاجزين لهم فنادق وهذا واحنا جنطنا وتعبانين شاري جقاير وياكم؟ اي والله نبيع جقاير مو الفرق العراقيه كلها كل جقاير نبيع قواصل كل الرياضيين صار اي كل الرياضيين مروا بهذا مشاركتك في تشيك كانت على نفقتك الخاصه؟ اي نعم هي مو يعني الخاصه 100% لكن احنا كان الاتحاد لجنه اولمبيه اتحادات نظامها تعطي مصرف جيب بس هسه ما يعني بهذا الوقت ماكو مصرف جيب على حسابك ولا لا لا على جزء نص ونص كان ويانا مو التيكت ويانا شخص تاجر اجت فتره انه اي شخص متمكن تاجر هذا ياخذ اي فريق ويطلع وياه واكو تعرف التقوى الحصان من يطلع يطلع نعم. يسافر نعم. وتشيك بلد اوروبي فراح ويانا شخص عمانوئيل وبعدين عمانوئيل جابوه للاتحاد نعم. على مدة تمويل فأخذنا عمانوئيل لهاي البطولة العالم على حساب الخاص نعم. التكتات نعم. والفندق يعني إيه؟ أما مصرفنا إحنا مصرف الجيب من عندنا نعم أفضل مشاركة بالنسبة لك وين تعتبرها من هاي السنوات المشاركات الستة والماستر عندك العاشرة اللي كانت هي على أيضا يعني أفضل مشاركة أفضل مشاركة أنا أعتبرها لأن هي بطولة العالم بأسبانيا اللي حصلت عليها المركز الثامن نعم. ووراها أيضا بطولة الأيض حصلت على المركز السابع طبعا 2001 يعني أنا وصلت عمري 50 سنة وأني أقدم حتى نعم. من كنت رئيس اتحاد وآخر وقت قصدك بمينيمار نعم بمينيمار بمينيمار هاي هاي نزلت ماستر طلعت رابع على العالم هاي نعم. بالإمارات دبي نعم. هاي وأنا أيضا كابتن صباح والفريق العراقي نعم أي. فمال بطولة مينمار كان ويانا رئيس الوفد زكي سبع وقاسم مظلوم وكان حكم كانوا حكام نعم, نعم وتحياتي إلهم دول الأشخاص أعلام الرياضة العراقية نعم وإلهم ماضي تاريخ عظيم وحتى قاسم مظلوم هنا بالإمارات هنا بالإمارات نشوف أيضا موجود الكابتن صلاح طاهر موجود وياكم وكان أي طبعا قلت لك كان رجل مضيافة هو كان مقيم بالإمارات فالرجل يعني قدم لنا خدمات جليلة واستضافنا وحتى أنه طبعا عراقيته تكون موجودة أيه ما يحتاج له يعني حاربينا حتى بأكلنا وشربنا بصراحة ما يقصر إيه لأنه يقصر تعرف إحنا ما يقصر أي سنة 2002 لا يزال الحصار موجود نعم أي فخطية يجيب لنا الجدورة والله الله أي والله يجيب لنا الجدورة نعم بالسيارة هو وابنه هاي واحدة وأم أحمد الله يحفظها يجيبون نعم الغداء والعشاء نعم لانه ورا البطوله كل شيء ماكو هاي صوره هنا هاي هنا بطوله العرب 2002 في بغداد في بغداد ندي بطوله العرب احنا بعد الحصار 98 اول مشاركه لك المشاركات كان قبلها كلها عمان 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 98 عندنا بطوله العرب في لبنان اول مشاركه لك تقريبا بعد فتره الحصار اللي 98 المركز الثالث كان الاول هنا اسماعيل ابراهيم من لبنان والثاني سامي الحداد من البحرين وانت حضرتك ثالث مشاركات العربية شلون نشوفها؟ هم بيها تحيز؟ أكيد ماكو بطولة ما بيها تحيز خاصة على البلد المضيف أستاذ أنا هاي الفترة الطويلة اللي قضيتها نعم. أنا مو فقط بس أنزل بطولة وأروح نعم. أنا تعلمت من أستاذ قاسم أستاذ جواد الجودي تعلمت شغلات الإدارية ما كان خلف الكواليس عندنا هنا قصة خلينا نحكي بها هي بال 98 في لبنان نعم جبناها على التحيز انتوا في وزن 80 كيلو يعني كان التحكيم بحيث انه تعطل لحسم النتيجه وصار عليها لغط كثير وصار عليهم اعتراضات كثيره وتاخرت النتيجه لان انتوا كنتوا متقاربين جدا نعم نعم يلا انحسمت النتيجه بالاخير بالترتيب اللي قلنا عليه النتيجه انحسمت دائما البلد المضيف يكون له
يعني ملح اليوان هو كان يقود الأمور ولا منه؟ نعم نعم، حتى بوزن 90 بين شحات المبروك وبين أحمد حيدر نعم. صارت منافسة وتأخرت النتيجة يمكن 3 ساعات من حسمت يعني بين المصري واللبناني، بين المصري واللبناني، وأيضا تكررت عندنا عندنا تكررت نعم. لأناني ويمكن بوزني 17 واحد بطولة عرب كلش نعم. قوية يعني الوحيدة هاي البطولة اللي صارت اعتبروها بطولة عالم مصغرة. طيب ليش نسحب هذا المسابقة الكويتي أمام يعني أمام حضرتك يعني في الوزماتك هاي مال قطر؟ لا بلبنان عندك هنا عندي بس اعترض عن النتيجة. صح اعترض عن النتيجة، اعترض عن النتيجة تمام. اي لأن احنا عراقيين اثنين نعم. شاركنا بهذا الوزن أنا وأسعد حميد. أسعد حميد شوف شوف التحيز يعني مو بس بالدول العربية، احنا داخل العراق يعني أنا محارب محارب حرب مو طبيعية، مو بس من محمود السعيدي الله يرحمه، من كثيرين يعني اجى من برز البطل الشاب هو قد ابني. اسال ليش انسحب الكويتي امام حضرتك في هاي البطولة؟ ما اعرف الاسباب، يجوز ما قبل بالنتيجة يعني كان متوقع يطلع من الثلاثة الاوائل. خلينا نروح الى بطل الشرق الاوسط بالزرقاء بعمان، من رئيس الوفد عبد الرحمن عرب والاداري قلنا محمد زكي سبع والحكم الدكتور منصور جميل والاستاذ بالتربية الرياضية طبعا، 5 لاعبين ومدربين هنا طالب شاب وابراهيم حامد. نعم هنا انتم طبعا موجودين شاركتوا فاضل نعمه 65، سعد ناجي 75، عمر رياض 75 ايضا. اسمعنا 2-2 بوزن واحد انت واسعد حميد بوزن واحد. ها مو هنا اسعد حميد يعتبروا يعني مثلا شنو ظل لك ولا شنو؟ بطل يعني بطل برز ومستواه جيد وحلو وحصل بطولة طبعا هو. والاحتياط هنا طبعا احتياط عندكم واحد احمد. مو هي تعرف انت بطولة وبلد مجاور وما بها مصاريف هواية واحنا بحصار وهو اسعد حميد يعني يعتبر من ابوه من الاغنياء وثانيا ابوه دعمه دعم مو طبيعي، وثانيا ابوه دعم الفريق العراقي ببطوله العالم اللي صارت بالتشيك. ممتاز. حتى عندنا الوقت ما بقى ضيق نعم. بس احكي لنا عن بطوله بغداد اللي جرت في بغداد وانت هنا صاحب الوسام الذهبي. نعم هاي البطوله الاولا البطوله صارت 2002 نعم، وانا كنت بعمر ما تقريبا 49 سنه على الماستر نعم، وتعرضت لاصابه جدا قويه قبل البطوله باسبوع. يعني هذا الوسام الذهبي ايه. اخر نزال اعتذرت فيه وين؟ اخر نزال هو اخر نزال سنه 2002 بطوله اخذت الوسام الذهبي بماليزيا والوسام الذهبي بقطر بطوله قطر الدوليه الاولى، واشتركت بطوله العالم بمصر 2002 ختمتها. وبهذا الكم من الرياضيين والابطال ممكن ننظم بطوله عالم مثل ما نظمتها مثل الاردن؟ نعم حاليا بامكاننا، حاليا بامكان بطوله العالم حاليا بامكان العراق أن ينظم بطولة عالم، وحالياً رئيس الاتحاد العراقي الكابتن فائز عبد الحسن وهو من الأبطال المعروفين. هاي الصورة شوفها. أي نعم هاي بطولة العالم 2072 بالعراق صارت ببغداد. نعم. العراق أول بلد ينظم بطولة عالم بالعرب وبآسيا. كانت متداخلة آسيا وعالم. آسيا وعالم نعم. نعم. أي. إذن إحنا قادرين. قادرين وامكانياتنا موجوده والاتحاد ايضا اتحادنا ناجح وكفو وقيادته رياضيه وابطال وننجح اذا استضافينا بطوله العالم يعني ان شاء الله. يعني رساله للكابتن فائز عبد الحسن. اي طبعا كابتن فائز عبد الحسن الوسام اللي بيدك شو يذكرك هذا الكابتن؟ هذا انت معتز به هذا اي نعم السعفه الذهبيه السعفه الذهبيه نعم. او القلاده الذهبيه نعم. او هذا الوسام خليها رسالته على الكاميرا اي هو حتى اسمي مكتوب عليه نعم. هذا اعتبره ثمرة جهود ما يقارب 40 سنة من البطولات نعم. ومن المشاركات حتى اسمك يكون ظاهر ومن المشاركات تمام اي الخارجية كلاعب وكحكم وكمدرب وكإداري. يعني خلاصت عمرك رياضي خلاصت عمري بهذا الوسام اي فكرمني الاتحاد. هذه طبعا قليل مو اي واحد ياخذها نعم. هاي يعتبروها يطول للشخصيات المهمة والمؤثرة واللي لها اثر تركوا اثر بلعبة بلده أو بالعالم نعم. ينطوا هذا الوسام والتكريم نعم. فكرمني يا رئيس الاتحاد الدولي 2009 عندما كنت أنا رئيس الاتحاد نعم. وهاي القلادة الذهبية يمكن الوحيدة أنا العراقي اللي عندي هذا أي هذه بطولة قطر الدولية الأولى موجود الكأس مال هنا موجود يمنا أي موجودين نعم
هاي بطولة قطر الدولية الأولى، وكان بها جوائز مالية ما تقريبا 1500 دولار. 2002 وأبو الحصار وتجيك 1500 دولار. اي فأنا ايضا ما حتى اللي وياي يعني 2002 كان الدولار شويه، كان الدولار 2000 ونص تقريبا، 2000 دينار ونص سعره. اي فهذه لها قصه، انه كان احنا بماليزيا وجتنا دعوه، فرئيس الاتحاد كان بوقتها ايمن سبعاوي رشحني اني وفراس جرجيس، جيتوا من افضل اثنين. اي فجينا من ماليزيا قبل القطر للدوحه. فلقينا البطوله السري خلصان، فجينا على العلني. رأسا وزنونا نزلونا، هي ما يصير ممنوعة طبعا، بس هم دايريد ينجحون البطولة. ففزت أنا بالمركز الأول. المركز الأول بالسري كان كويتي. فالكويتي زعل وظل يحكي وكذا، هاي من نزلنا جوا. وأنا بيدي الظرف مال الجائزة صك كان والكأس والهذا، جيت عليه قلت له هذا الجائزة وهاي الكأس وهاي الميدالية، لا تزعل نفسك ليش تحكي. الآن وين الكابتن عماد جاسم؟ أنت الآن وين؟ الآن أنا موجود وأعمل ضمن كابينة الاتحاد العراقي وحكم، وأيضاً طبعاً الاتحاد العربي عينك أنت ضمن لجنة الحكام العرب. إي والاتحاد العربي قبل حوالي 6 أشهر شكل مكتب تنفيذي بالاتحاد العربي. نعم. اختاروني ضمن اللجنة العليا للحكام العرب. بارك وأنا أيضاً بارك لي في هذا المنصب. أشكرك لك. أشكرك بارك الله فيك. أنا أيضاً سابقاً كنت عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد العربي. نعم. كوني رئيس اتحاد. نعم. وحصلنا ب 2009 المركز الثاني عالمياً. الآن هاي شو تذكر هاي؟ هي بعد شو تذكرني هذه تثير المواجع. إذا إحنا كنا سعداء بحضورك. الله يحفظك. وأثقلنا عليك اليوم أو كنا أسرع. أنا جدا ممنون وأشكرك، لأنه بصراحة تعبتنا ولا تعبنا؟ أنا عشتني لا بالعكس، تعبتنا ما تعبت بالعكس. أنا لما أشوف صوري وأشوف إنجازاتي ومستضيفني أستاذ البرنامج ماله كنوز رياضية، فهو أنت الكنز وإحنا الذرر والجواهر اللي تستخرجها من هذا الكنز. الله يخليك. الله يخليك. أنا أشكرك جدا وبارك الله فيك، عرفتني على الجمهور اللي احتمال أكو كثير حاليا ما يعرف. لا انت اسم عماد جاسم. فالحمد لله العمدة عماد جاسم. العمدة عماد جاسم. اشكرك جدا. اهلا بك. احبتي المشاهدين، طبعا كان هذا اللقاء جميل وممتع مع الكابتن عماد جاسم، نلتقيكم الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.